طبعا الماتش بتاعنا النهارده امام اتحاد السكندري، وكمان قرعه دوري ابطال افريقيا، وكلام عن المونديال اكيد برضو لن يخلو من هذه الفقره. بس خلينا في البدايه نرحب بنجمنا اللي منورنا دلوقتي، كابتن ماهر همام نجم الاهلي السابق وصديقنا العزيز. ربنا صباح يكرمك. الخير. ازيك يا نواد؟ صباح صباحك الخير. وحشنا صباح والله. الفل. ازيك كريم؟ صباح الفل. ازاي ربنا حضرتك؟ يخليك كله حبيبي تمام الساده المشاهدين يا رب الحمد لله. والاهلاوية بخير. نبتدي بانهي ملف من اللي نواد اتكلمت عنه؟ نتكلم محليا ولا دي نروح ايه ليه للمونديال ولا دي نعمل ايه؟ في وراها وجع. دي احنا تحت قبل ما نطلع الهوا كنت بتكلم مع كريم، حديث بنتكلم على الجيوش الاجيال الجديدة. الاجيال القديمه اللي طبعا ما شاء الله يعني خدمت، ويعني طبعا انا لي الشرف ان اكون واحد منهم، جيل طبعا. السبعينات العظماء اللي هم يعني عملوا الكوره في النادي الاهلي وفي مصر. ولسه كنت اقول لكريم يعني كانت مشاكلنا الاداريه بالنسبه للمنتخبات من سنه 60، الكابتن شاذلي رحمه الله عليه كان مشتكي من الناحيه الاداريه ولحد دلوقتي مكمله والفنيه معانا بالنسبه يعني. لمنتخب مصر، وانا ياما اشتكيت برضك سنه اهو ده يخلينا نبتدي 79 بالكلام 80 طالما كده من سنه 60 لدلوقتي. حقيقي احنا اتكلمنا كنا في الموضوع ده في الملف ده قبل كده يمكن اكتر من مره، وذكرنا قلنا قلنا الجانب الاداري لما يبقى فيه اخفاق ياثر على الجانب الفني. طبعا الاثنين بيكملوا بعض، والاثنين هم اللي بينجحوا بيعملوا ايه اللي الحاله مطلوب الجميله. تغييره دلوقتي وارجاعه لسابق عهده عشان الدنيا تظبط؟ يعني ايه اللي بص كان موجود زمان وكان ناجح جدا ومنجح المنظومه ومفتقدينه دلوقتي، وبالتالي نتج عنه المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها؟ هو زمان يا كريم كان في التزام على كلنا شبه بعض، يعني جيل السبعينات رقم واحد نجاحه في الالتزام، في شخصيته، في دوافعه، في تحديه، في اصرار كل نجم من دول انه عايز يبقى احسن لعيب في افريقيا، عايز يبقى احسن لعيب في 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 الكره العربيه، الكره المصريه. واكبر دليل الكابتن احمد الخطيب يعني خد جائزه احسن لاعب في افريقيا، كابتن حسن شحاته خد الاثنين اسيا وافريقيا لما احترف في الكويت، خد احسن لعيب في اسيا، وفي افريقيا لما طبعا رجع كمل مع منتخب مصر خد احسن لعيب في افريقيا. فعايز اقول ان العظماء دول يعني خدموا بشرف، واقل واحد فيهم لعب اكتر من 15 يمكن 20 سنه متواصله. طبعا كل الحاجات دي كريم كانت وقتها فرديه، يعني احنا كان بينقصنا بقى الشغل الموجود الحالي ده بقى، المعسكرات والفكر الاحترافي والعقود والكلام الجميل. طب ومع ده كل ده احنا وصلنا لايه؟ ولا حاجه. محلك سر. صدق ما توقعتش الرد ده. سريع ومحتدم وجميل. يا كريم كل اخفاق نرجع نقول ايه؟ لا هنصلح، لا هنحل، لا احنا عرفنا العيب فين، لا احنا عرفنا الاسباب فين. بس احنا مش المفروض ان احنا مؤخرا، المفروض ان احنا على الاقل الى حد ما عرفنا العيوب فين وبنشتغل على حلها؟ لا ما بنشتغلش، احنا بنطلع نقولها يا كريم، واخد بالك، مبرر مبررات، احنا اخفقنا واحنا وما كانش في تجانس وكانت الحاله النفسيه، وبعدين كان في عدم انضباط في المعسكرات والفنانين كانوا موجودين والفنانات كانوا موجودين واللعبة كانت مش عارف ايه، يعني حاجات كده ما بنحسهاش في كاس العالم الحالي. يعني حضرتك شايف ان المنظومه الكرويه في مصر محتاجه دلوقتي قرارات ثوريه جدا جدا وتصحيحيه قوي. احنا بعد الثوره قلنا الكلام ده، وطلعت كل الخبراء وقالوا احنا مقصرين، واحنا بعد الثوره ان شاء الله هيبقى في صفحه جديده، وان شاء الله هنبدا نشتغل، وعندنا من العمالقه اللي يقدروا ينظموا لنا الجزئيه دي اداريا وفنيا. لكن مع الاسف يعني المجاملات يعني بقت هي سيده الموقف. وزي ما بقول لك يا كريم، انا نزلت للقاعده تحت بقالي 16 سنه 15 سنه عشان اقدر اعدل بقى، لانك انت سيبك من اللي فوق واصل للحد ده خلاص مش هتقدر تصلح فيه. القاعده بقى اللي تحت، انت القاعده اللي تحت محرومه بشكل كبير جدا من حاجات كتيره قوي قوي قوي، يعني عايزه حلقات. فقطاع الناشئين مع الاسف كمان هو ده اللي بيخرج لك، هو ده اللي بيوصل لك. قطاع الناشئين لو اشتغلنا صح فيه هنقدر بسرعه نقدر نعالج المشاكل اللي فوق بشكل كبير جدا، اذا كانت اداريه او فنيه، ونقدر كمان نواكب بقى. يعني الناس دي مش احسن مننا، بالعكس احنا لنا تاريخ واحنا سبقنا الناس دي بشكل كبير. لكن مع الاسف الناس دي عندها جديه وعندها اخلاص وعندها شجاعه وعندها امانه، لما بيحصل اخفاق كل الناس بيقول لك شكرا استقالتنا اهي، عكس احنا. انا عايزه اقول على حاجه كابتن ماهر، يعني احنا لاحظناها مع منتخب المغرب، منتخب المغرب مع منتخب عربي، منتخب افريقي، يعني تيجي تتكلم تلاقي ان
في طفرة عندهم، ما فيش عندهم بعض المشاكل اللي عندنا، رغم برضو الفارق ما بيننا وما بينهم. وليد الركراكي جه قبل المونديال بثلاث شهور، ما سمعناش النغمة اللي احنا بنسمعها، اصل هو لسه ما خدش على اللعيبة، اللعيبة لسه ما خدتش عليه، اصل هم الكيمستري، اصل هو ما فهمش لسه الفرقة، ما سمعناش حاجة. والاعذار اللي احنا دايما او زهقنا منها بمعنى اصح، خليني اقولها كده. هو ده الاحتراف بسرعة. راجل جه منتاليتي وعقليه راجل مغربي واحترف قبل كده وعارف اللعيبه دي بشكل كبير، لم اللعيبه المحترفين اللي كانوا بعيد عن المنتخب المغربي بالظبط، وراح مجمعهم كريم نهواندو، قعد معاهم وقال لهم مصلحه البلد ومصلحه الشعب المغربي والكره المغربيه، واحنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض. والراجل اشتغل بقى اعداد نفسي، والاعداد النفسي والذهني ده هو اكبر دليل نجاح المغرب في مونديال 2022 في قطر، والثبات اللي هم فيه كمان بالظبط. الاعداد ده يا كريم بيدي لك بقى الحاجات اللي انت بقى الشخصيه، وبيدي لك الثبات الانفعالي، وبيدي لك الدوافع كمان. وكمان عايز اقول لك حاجه، الولاد دول متربين في اوروبا. يعني انا في كاس امم افريقيا 2002 2004 كنت مع باولو زاكي، فبساله الولاد بيتكلموا فرنساوي، قال لي يا كابتن ماهر معظمهم مولود في فرنسا، فواخد النشأة من بدايتها بقى الصح، محطوط صح، تلاقي الجسم والشخصية والعضلات والتغذية وكمية الالتحامات والسرعة والقوة والفكر بيساعدوا أي حاجة. يعني وليد اتساعد بالولاد دول، يعني 70% لعيبة و30% وليد، بس هو وليد اعتمد على الإعداد الذهني ان اقرب اللعيبه من بعض ودخلهم، لان كان في فجوه قبل كده مع الراجل الاجنبي وعامل فورتينه في الفرقه. فشوف شطاره بقى المدرب الوطني طبعا، وبسرعه راح بس امنوا بالمدرب الوطني. احنا لحد دلوقتي عندنا تخوف من المدرب بالزبط. الوطني سواء اداره او جماهير، وحلوم نفسنا على ده برضو، احنا لا نثق في مدرب وطني كجماهير. لا. ليه يعني؟ ودي حاجه غريبه يعني بصراحه. يعني احنا معظم نجاحاتنا مع المدربين الوطنيين، الكابتن جوهري رحمه الله عليه، الكابتن حسن شحاته، بس لم تكرر بعضهم بقى بالظبط، شوقي غريب في المراحل الاولمبي. يعني لازم ندي فرصه برضك للمدربين الوطنيين، يعني ما اجيبش حسام البدر اديله شهر ولا شهرين واروح مرحله. انت المشكله انك كنت بترحل الناس ثلاث ايام او اربع ايام، يعني انت كنت بترحل الناس يا كابتن ماهر وما عندكش بديل بالزبط. يعني انت مش حاطط بلان اصلا، همشي ده وهجيب حد، انا حاطط في دماغي حاجه راسمها بتمشي وخلاص بالزبط. لا شيء كان صعب جدا بصراحه. هل تم محاسبه اي حد في الفتره اللي فاتت؟ انا هقول لك حاجه نهواند كريم، احنا لما اخفقنا، انا كنت مدرب عام منتخب مصر 2002 و2004 مع كابتن محسن صالح، طلعت انا في قناه النيل، كان طارق رضوان استضافني، اتكلمت بمصداقيه بصراحه. رامي رضوان ولا طارق رضوان؟ طارق رضوان. وكان حديث صريح جدا جدا، وكانت جرأة مني ان انا بقول المفروض ان احنا نتحاكم. فقال لي ازاي يا كابتن؟ قلت له اه يعني انا بقول لك الحقيقه، احنا اخفقنا، فاحنا عشان الشعب المصري يحاسبنا حاجه من الاثنين، يعني يتخصم لي مثلا 6 اشهر، بقالي 6 اشهر مثلا ما هبطش، يتخصموا. الحاجه الثانيه ما جيش المنتخبات، لكن لم يكن هناك اي عقوبه. ده سنه 2002 2004 وانا بقول على نفسي انا مستعد للمحاكمه. كابتن عصام عبد المنعم في جريده الاراب كتب مقال ما رمام الجريء بالظبط كده يا كريم. لازم كده، مش انا اخفق وبعدين بعد سنتين اجيبك تاني، الله، وبعدين سنتين ثلاثه اجيبك ثالث، وعمليه عماله تدور في حاجه غريبه. لا، حتى الاتحادات، الاتحاد الجزائري اخفق في كاس افريقيا، قدموا استقالته، شكرا متشكرين. احنا من امتى احنا عندنا ثقافه الاستقاله؟ بالظبط كده، احنا محتاجين بقى شغل كتير. معظم المديرين الفنيين في هذا المونديال المنتخباتهم طلعت قدموا استقالتهم بعد ما خلصوا، محدش قال لك انا مكمل، اصل انا لسه دي ضربه البدايه. يعني شفنا ده برضو معانا في منتخب مصر. والجميل يعني كمان كانت حاجه غريبه ان يبقى في مشروع. انا ما قدرتش اخفقت، يجي كريم يكمل، كريم يجي نهواند تكمل، وهكذا. يعني يبقى في مشروع موجود، والمشروع ده بيقول رقم واحد عايزين ناخد بطولة عربية، رقم اتنين عايزين ناخد كاس افريقيا، رقم تلاتة عايزين ناخد كاس العالم. النهارده الراجل طبعا. المدير الفني الجديد الاجنبي ما كانش فيه اتفاقية معاه، هو جاي كده يعني ايه؟ طب انا حطيت له شروط ايه؟ حضرتك بتتكلم عن مين؟ اللي هو مستر مدير الفني منتخب مصر فيتوريا. ما كانش فيه روي فيتوريا الحالي يعني، ولا بتتكلم على اللي قبليه؟ فيتوريا. يعني بالعكس، انا مصر هتعاقد معاك، خد بالك بقى، انا عندي بعد سنتين بطوله عربيه عايز اخدها مش مشاركه، وبعديها كاس افريقيا
عايز اكسبها. وبعدين عايز اوصل للمدير الفني اللي قبليه، انا بنسى اسمه دايما، بتلخبط بينه وبين سواريش، اسمه ايه؟ كروش. كيراش. كيراش برضو لما كان موجود كل ما بطوله يخسرها يقول لك اصل انا كنت جاي للي بعدها. يعني مش فاهمه يعني، واحنا والناس كانت متفقه على ده، خلاص مش مشكله، هو البطوله اللي بعدها نتأهل كاس ولا حصل اي حاجه بالظبط كده. فيعني الجواب بيبان من عنوانه زي ما اتقال، مش عارفه لحد دلوقتي الناس بتدافع. مستفز جدا والله العظيم، يعني حتى نوع الردود، هو حتى تصريحاته جاي للي بعدها دي مستفزه جدا. تصريحاته كانت مش جاي البطوله دي، انا جاي لكاس العالم كده. لازم احط مشروع، احط معايير، مقاييس. لو هو ما عندوش مشروع عشان هو متفق مع اللي بعدها يعني بالظبط. انا خبطت في الاولانيه، هروح للثانيه ازاي؟ فهي اقول لحضرتك ايه عشان يعني مش عارف موضوع كبير. الموضوع تعالى ندخل على ماتش النهارده ان شاء الله، ورؤيتك وتوقعاتك في ضوء المعطيات المتاحه حاليا بالنسبه للفرقتين، مباراه الاتحاد الاهلي والاتحاد. لا الاهلي والاتحاد. عايز اقول لك حاجه كريم، احنا في بدايتنا بدانا كويس قوي مع مستر كولر، مباراتين افريقيا العلامه الكامله، وبعد كده ثلاث مباريات الدوري العام، الملف الدوري العام، وبعدين مباراة السوبر ديت هي المباراة اللي ختمت على العلاقة اللي بين كولر وبين جماهير النادي الاهلي، الثقة بقى. فمن خلال الثقة دي الناس بدأت تطمن ان فعلا اختيار مدير فني لهذه المرحلة كان اختيار جيد جدا. التوقف 25 يوم أثر علينا. بعد ما كنا ماشيين يعني، واخد بالك انت، بشكل أثر. ليه بقى؟ لأنه يعني حصل إصابات لبعض النجوم في خلال الفتره ديت، وتاثير الاصابات ده اثر طبعا عليه. الحاجه الثانيه، راجل جريء جدا، وقال انا الفتره اللي جايه اطمنت على افريقيا، اطمنت على الدوري العام، بالنسبه لكاس مصر عايز اجرب اللعيبه اللي ما شفتهاش، اجرب اللعيبه اللي ما شفتهاش عشان يبقى في يناير هتجربهم في الكاس مش في الدوري. جرأة يعني منه بصراحه يعني. وخد بالك مباراه المولين دي كانت مباراه مصيريه، كنا ممكن نطلع لو 1-1 وبعدين ضربات الترجيح، جرأة منه. وبعدين حتى في المؤتمر قال انا كنت لازم، اي نعم يعني التأثير الفني كان مشكلة بالنسبة لي، لكن انا عايز اشوف اللعيبة، لان في يناير عندي مرحلة انتقالية شتوية، عايز اجيب اللعيب اللي فعلا المكان اللي انا محتاجه، اجيب له لعيب يكون مؤثر بشكل كبير. وقال حتى على كاس الرابطه كمان هيلعب شوبير وهلاعب علي لطفي، يعني حتى الراجل كمان دي برضك من ضمن الحاجات اللي تحسن للراجل، انه عنده استراتيجيه يعني طويله المدى شويه، بيتكلم في المستقبل. حاجه كويسه، انت في النادي الاهلي لازم تتكلم في الحالي وتتكلم في المستقبل واللي جاي، لان انت عندك كل الامكانيات اللي تنجحك. فالراجل مباراه المحله يعني كنا خسرانين وبعدين عدلنا، الراجل اتكلم كلام كويس قوي، وقال التدوير اللي انا عملته اثر بشكل كبير جدا على اداء النادي الاهلي، هرجع تاني للثبات. فالنهارده هيبقى في ثبات بالنسبه للراجل في التشكيل، وده برضك هيرجعنا تاني للمكانه اللي احنا يعني بدانا بيها ونهينا عليها. فالنادي الاهلي وعدم اختلاق اعذار، يعني حلو ان قال لك ده التدوير بتاعي هو اللي نتج عنه كده، فهرجع تاني على الحسابات. بالظبط بالظبط. ما بيحصلش كتير من مدربين كتير عندنا. لا ما هو ده الفرق بقى اللي انا بقول لحضرتك عليه، انك انت عندك مشروع والمشروع ده واضح، هو اتكلم على 5 بطولات، النادي الاهلي بيلعب في 5 بطولات على الاقل، بيحصد 4 بطولات، فهو راجل قال انا جاي عارف تاريخ النادي الاهلي كويس. فحته ثبات التشكيل اكيد هيرجع للعيبه الاساسيين مره ثانيه، عشان يبدا ينطلق بقى كل 3-4 ايام هيبقى ان شاء الله مباراه للدوري. فالنهارده باذن الله انا حاسس ان لعيبه النادي الاهلي هتعمل مباراه طليق باسمها وطليق بتاريخ النادي. ويعني اي المشكله ممكن يا كريم ان هو انت تكون في الحته القدامانيه، يعني انت عندك ثبات في التشكيل بالنسبه لحارس المرمى الشناوي، عندك ثبات في التشكيل بالنسبه للرباعي خط الظهر اكرم ورجوع محمد عبد المنعم وياسر، وطبعا معلول اللي شرفنا في كاس العالم. نص الملعب هيبقى ديانج وهيبقى السوليه، وحمدي فتحي الحمد لله بقى موجود، وبعدين صنع العاب سافيو احنا شفناه بعد الهدف اللي سجله في المباراه السابقه. وبعدين الحته اللي قدامين الاربعه الثلاثه اللي قدام هيبقى هو طبعا قدر ودي ميزه الراجل كهيد كوتش، قدر يطور من اداء كريم فؤاد في حته الجناح، عجبه قوي. وطبعا بعد اصابه طاهر محمد طاهر فكريم بيأدي في المكان ده بشكل كبير، وجاب جولين يمكن او 3 اجوال في كل مباراه بيجيب جول. وبعدين فاجئنا بيتسي تاو كراس حرب، وبعدين عبد القادر. فكان الكلام على بيتسي تاو، اشمعنى بيتسي تاو من البدايه؟ هو عايز يشوف برضه بيتسي تاو ده اخباره ايه؟ هيروح معاه لفين؟
هو شاف حسام حسن لازم يقيم دلوقتي كل اللعيبه. ده دور طبعًا. طب احنا عندنا دلوقتي الاهلي والاتحاد السكندري، وعندنا الاهلي وفيوتشر يوم 16، وفاركو والاهلي يوم 20، والاهلي وسموحه 25. من الاربع مباريات دول كابتن ماهر، بتشوف انهي واحده من دول اللي فيها شويه تشالنج او فيها شويه تخوف، قال هو هتكون اللقاء الاصعب الى حد ما بالنسبه للنادي؟ والله نود كل الماتشات. انت شايفه ده السنه الثالثه على التوالي بدا الدوري المصري بياخد مكانه كبيره جدا، مكانه طبيعيه، وفي تحدي بشكل كبير جدا في المنافسه. يعني الانديه كلها وضبت، جابت مدربين على مستوى، جابت لعيبه، صفقات. فالنهارده كل مباراه انت زي ما انت شايف، كل مباراه كل الناس قدام النادي الاهلي بيبقى فيها التركيز، زي ما قلنا قبلها بثلاث ايام كريم يعني بينام بدري وبيكوي الشورت وبيوضب نفسه، بينام بدري بيكوي الشورت والفانيلا، ويعني بيظبط نفسه. ما شفتنيش انت في الشورت يا مروان، مش عايزه فاتك كتير اقسم بالله. وبعدين وبعدين التحدي بقى، بيلعب بقى مباراه مذاعه واستديوهات تحليليه موجوده، فطبعا اللعيب عايز يظهر بقى قدام النادي الاهلي في تحدي البطل بقى. فطبعا منافسه قويه ومنافسه شديده جدا، لكن عايز ارجع اقول لك ان دي شخصيه النادي الاهلي بقى بيقدر يفرضها. الراجل من بدايه الكلام قال انا جاي بطريقه هجوميه، انا هضغط على الخصم من قدام، انا هبدا الهجمه من تحت منظمه. فالراجل كان كلامه واضح، فاحنا بنشوفه ده على ارض الواقع. يعني النهارده مخرجنا جايب لنا لقطات جميله، واضح النادي الاهلي في بدايه المباراه بيضغط بشكل كبير جدا. اول 3 ساعات المباراه اللي فاتت احنا جبنا جولين في الدقيقه 17 والدقيقه 30 وقتلنا المباراه، وده كان كويس واتلك صدور كتير من الجماهير اللي كانت شايفه. ولو تفتكر الموسم اللي فات واللي قبليه كان لفترات مش قليله وكان في عقم تهديفي بالظبط مثلا لتلتين المباراه لازم يبقى مع اخر نفس بالظبط نجيب الجول. طب احنا ليه مش بنضغط من الاول؟ بقينا نشوف ده دلوقتي. انت فاكر في حلقات والنواد كانت زعلانه جدا ولقيت لي يا كابتن وبعدين في الاهداف اللي عماله تضيع، احنا كل مباراه ومش مشكله. فقلت لها ما هو احنا كل ثلاث ايام ما بيلحقش راجل يصلح، ما بيلحقش يصلح الاخطاء. لكن النهارده الراجل ده اول ما جه ما شاء الله اشتغل على الاخطاء بسرعه، اذا كانت الدفاعيه او الهجوميه. فالنهارده الراجل لا جاي عنده وعي، حتى احنا اطمننا، حتى اتكلمنا على اليوم الكامل، قلنا عدنا ان النادي معاكم لو تفتكروا اليوم الكامل. اليوم الكامل الراجل اول ما جه قال لك اليوم الكامل، ما هو عمل كده وكانت نتيجتها ايجابيه بصراحه. فدي كلها مؤشرات ايجابيه بتبسطك وتطمنك. عشان كده زي ما بقول لك مباراه السوبر الراجل اتختم. بس ممكن اقول على حاجه وتصلح لي ليه احنا بنكسب؟ بنكسب، بس بنكسب بصعوبه. يعني في مباريات انا شفت مثلا ماتش المقاولون، يعني هو احنا معقوله بنكسب المقاولون بصعوبه؟ طب ليه الواحد برضو مش فاهم مع كل الاختلاف ده والتطوير ومارسيل كولر والاداء الجيد؟ فرقت ال 25 يوم يا نهواند، 25 يوم بتاعت الراحه زي ما انت كرفي طالع بيكي، وبعدين 25 يوم تروح مريحه، حصلت اصابات للعيبه، هو برضك الحته القدمانيه لسه يعني ما حطش ايده عليها لان كل خط خد منه وقت. فطبعا فرق معاه بشكل كبير. الخط القدماني لو في ثبات في التشكيل فيه يفرق معاه. فهو ده اللي يمكن اللي عامل له صداع شويه وعامل له يعني الحته القدمانيه، عايز الحته القدمانيه، عايز يبقى عنده جناحين ثابتين وعنده راس حربه ثابت يفرقوا قوي، وراس حربه يكون سكورر. يعني بردك على استحياء شريف لسه ما دخلش الفورمه، حسام ما اداش المردود اللي للراجل يعني عايزه، بتستاو راجع من اصابه. فدي كلها حاجات الراجل بيحطها في الحسبان، لان المرحله الانتقاليه الشتويه هو عايز لعيب بيخلصه. فانا من خلال برنامجكم كده بقول اول اختيار للراجل هيبقى راس حربه الفتره اللي جايه. راس حربه يكون راس حربه هداف، راس حربه يكون مؤثر بشكل كبير، لان الحته القدامانيه زي ما اتكلمنا في حلقات كتيره جدا العمق التهديفي والاهداف الضايعه بشكل كبير، لا عايزين نترجمها. المباراه اللي فاتت ديت احنا ترجمناها في الشوط الاولاني، ضاع ممكن حوالي 3 4 فرص، ولكن فرصتين جبنا منهم جوال حلوه قوي، نسبه وتناسب جميل، معدل معقول، معدل جميل قوي. لكن 10 فرص وما بجيبش صعب قوي، ودي كانت برضو كانت مشكله مساله الفينشنج كنا بنعاني منها في وقت من الاوقات، وبرضو اعتقد ان هي اتحلت الى حد كبير جدا جدا يعني جدا بدليل النسبه اللي حضرتك طبعا طبعا لان هو كمان بيأيد على طول. مشكله التلت الهجومي ده كريم، هو بيطلع الورق والقلم اول ما بيلاقي اخفاقات واول ما بيلاقي عدم دقه وبيلاقي سلبيات فبيكتب، والكتابه دي معناها انه هيشتغل عليها طبعا.
زي ما الهوند قالت يعني فرص كتيره جدا بتضيع. هو بيكتب بقى فرص بتضيع مثلا من العمق، لا هشتغل عليها، من الاطراف، في الانفرادات، العاب الهواء، كل الحاجات دي بيبدا يشتغل عليه في اليوم الكامل. ده مست اليوم الكامل يا كابتن ماهر، لان كمان احنا عندنا فتره توقف اهي كويسه، مش هقول توقف كامل يعني، بس عندك هدوء شويه في المباريات، والفتره اللي فاتت قبلها كان في توقف، فانت مش هتقدر تقول مثلا انا بادئ الموسم مضغوط او انا عليا مسؤوليات وانا مش لا، انت بادئ موسم حلو جدا. ما شفناش بقى المشاكل بتاعت الموسم اللي فات، وجايبين لك مدير فني جديد، وجايبين لك كل الحاجات، وسهلنا كل الصعوبات الموجوده، بتكلم عن النادي الاهلي تحديدا. فانا محتاجه اشوف على الصعيد الثاني نتائج كويسه ولعب كويس بالظبط. يعني سو فار احنا نتائجنا كويسه، هنختلف شويه في حته الاداء، هل احنا ده الافضل عندنا ولا في كمان حاجات ممكن تقدم بشكل احسن بكتير. ده اللي هنقوله او نقيمه. عايزين نتكلم كمان عن المونديال لان لسه في لفات. هنروح فاصل بسرعة جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم مع كابتن ماهر همام، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم انا وكريم مره كمان، ومنورنا نجمنا كابتن ماهر همام، ولسه بنتكلم حديث طويله وملفات مختلفه، وكنا بنتكلم عننا شويه منتخب مصر والمشاكل اللي بنمر بيها، واحنا ليه بقى مش عارفين ان احنا نعدي رغم ان عندك الامكانيات وعندك اللعيبه وعندك الدعم الجماهيري الكبير، لكن للاسف الشديد مشاكل اداريه ربما من ايام حضرتك يعني كنت بتتكلم لحد دلوقتي لم تحل. خير ان شاء الله. على كل حال عندنا ماتشات مهمه اتكلمنا فيها، 4 ماتشات لسه انتظرنا، اولهم الاتحاد السكندري. خلينا نتكلم في برضو ملف المونديال، وهنرجع تاني للاهلي لان ملف المونديال برضو لا ينتهي من تفاصيل كتيره وغير متوقع، زي ما بيتقال كده الناس كتير اديته هذا المصطلح مونديال غير متوقع تماما، لما المانيا تخرج، لما البرازيل تخرج، لما اليابان تتالق في الفتره اللي فاتت، لما المغرب تتالق، يعني حاجه بصراحه محترمه جدا وفتره انت بتشهدها والعالم كله بيتفرج عليك. انا بتهيألي احنا بنمر بفتره مختلفه، والكره الافريقيه كمان اعتقد ان هي ابتدت شويه، وكلام تحديدا على المغرب، ان هي يعني تنطلق لليفل تاني او مستوى تاني. هو طبعا كاس العالم ده فاجئنا بشكل كبير جدا بصراحه، يعني هو المفاجاه لينا احنا الكره الاسيويه والكره الافريقيه، ان احنا بدانا نناطح الكره الاوروبيه اللي كان الفرق بيننا وبينهم 25 سنه في التقدم، كنا بنخاف ونقلق اوروبا عم هنروح فين نيجي منين، لكن النهارده المشاريع اللي اتعملت بالنسبه للكره الاسيويه حاجه جميله جدا. كوريا عامله مشروع 9 سنين مش توصل توصل للكلام ده، صح؟ ف ده شغاله بجد على الارض من سنين. يعني شفنا السنغال طبعا في كاس افريقيه، شفنا حتى في المباريات الفاصله بيننا وبينها عندها ما يقرب عن 17 18 لاعب بيلعبوا في اوروبا في احسن الانديه. السعوديه عملت مفاجاه كبيره جدا طبعا، نكسبها للارجنتين بعدها احلام كبيره بالظبط. وهي دي يا كريم يا نهواند انا في رايي الشراره بتاعت مباراه السعوديه والارجنتين طبعًا. دي الانطلاق طبعًا. اللي ادت ثقه لكل المنتخبات العربيه المغربي كمان بالظبط كده، احنا نقدر اهو بالظبط. واحنا بنسميها في علم التدريب يعني الاعداد الذهني والدوافع، وحتى كل المدربين لما بيطلعوا يتكلموا يقول لك هي الدوافع دي اللي وصلتني لكده، يعني الدوافع دي اللي هي قلب وغيره وعرق وجدعنه وتعب وشقة بيغطي كتير جدا على الفنيات والتكتيك والحاجات دي. حضرتك شاركت مع منتخب مصر كابتن ماهر؟ شاركت 75 مباراه دوليه، انا ثالث لعيب في مصر، انا لعبت منتخب مصر 75 بطلت 87 خدت احسن زير ثالث في افريقيا ولعبت مع منتخب مصر حوالي 75 مباراه دوليه. والوضع كان ازاي زمان بقى المونديال زمان، وايه كانت اكتر الدول قوه؟ يعني هل زي دلوقتي احنا بنتكلم مثلا فرنسا البرازيل، هل الدول دي برضو من زمان وهي متالقه او واخده مراكز اولى؟ حاجه طبعا حدث ولا حرج بصراحه. ايه بقى كان كله اقوى من بعض، واسماء طبعًا. اسماء حافظينها لحد دلوقتي طبعًا. هولندا الطاحونه الهولنديه، البرازيل السامبا، يعني اسماء. كنا بنتكلم من شويه في الفاصل بالفواصل انا وكابتن ماهر خدت بالك، كنا بنتكلم على المنتخب البرازيل في الثمانينات مش ممكن عدى نرص اسماء شيزيكو على إزيدور وعلى سقراط على مش عارف ايه، يعني دول حاجه ونفس التقايل دول موجودين تقريبا في كل منتخب تاني بالظبط. وده خد بالك يا كريم انا هودي المقصر دلوقتي النجوم مش موجوده، حلاوه الكاس العالم زمان الكورة والتكتيك والمهارة عشان النجوم دول طبعًا. كل واحد رغم مبدع التطور اللي حصل والتطوير ورأس المال في كرة القدم في كل المنتخبات في العالم، برضو كرة القدم زمان كانت أحسن والمونديال زمان كان أحسن بالظبط. غريبة دي دلوقتي تساوت
زي ما احنا بنقول دلوقتي ايه على مستوى المحلي عندنا ان اللعيبه قريبين من بعض، ما فيش فرق بتاع الاهلي وبتاع المحله والزمالك والترسانه، يعني قرب الجاف والقريبه قربوا من بعض. كمان في كاس العالم لما شفنا يعني النجوم ما حسيناش بيها، نيمار اتعور ومبقاش موجود، كريستيانو السن وكبر، ميسي زي ما احنا شايفين حتى التفصيل دي برضو من ضمن عناصر الاختلاف، ان دلوقتي بقى عندك منتخبات يعني مثلا كرواتيا مودريتش، مش عارف البرتغال كريستيانو رونالدو، فرنسا مبابي، يعني بقى عندك نجوم شايلين منتخبات. لكن في ازمنه سابقه برضو استكمالا للرد على سؤال نهاوند، كان المنتخب كله اقوى بالظبط، اسماء نهاوند واسماء فعلا اللي بيخرج منهم ما بنحسش بيه، لكن انت النهارده كريستيانو مش موجود احنا مش حاسين، ميسي مش موجود مش حاسين، نيمار مش موجود مش حاسين، زي ما احنا قالوا علينا مثلا منتخب محمد صلاح يعني محمد مش موجود بيأثر بشكل كبير. فالنهارده احنا عايزين احنا بالنسبه لنا عايزين 3 4 5 6 محمد صلاح، عايزين نفتح شويه بقى. امال انت حضرتك يا كابتن ماهر بتتكلم دلوقتي كده في المونديال النسخه دي، واحنا النسخه اللي بعد 4 سنين انت مش هيبقى عندك اسماء كتيره جدا موجوده. طب هو هيبقى مين اللي موجود؟ يعني انت في 4 مرشحين ان ما يبقوش موجودين من محمد صلاح وتريزيجيه يعني وحجازي وشيني. لا انا بتكلم في العالم مش منتخب مصر. فيعني مع الاسماء اللي هتروح مش هتشارك وده اخر مونديال ليها، بتتوقع كمان المونديال الجاي يبقى عامل ازاي؟ يعني ما المونديال الجاي انا احساسي كده المتعه ان هيبقى لينا تواجد بشكل كبير جدا كافريقيا ان شاء الله ومصر باذن الله. نتمنى يعني احنا بعد مباراتنا مع بلجيكا احنا برضك من ضمن الحاجات اللي فتحنا المغرب مكسبنا في المباراه الحبيه لبلجيكا وهم كانوا بيتفرجوا وعملوا اعداد ذهني وعملوا تحليل فني عن المباراه افدناهم بشكل كبير. فالمونديال الجاي ان شاء الله باذن الله مصر هتبقى موجوده، لان عدد الافارقه هيزيد لتسع فرق، فدي برضك هتدينا فرصه ان احنا الدول المشاركه بشكل عام هتزيد من كل بالظبط. طب على ذكر المغرب، يا ترى توقعات حضرتك ايه بقى للماتش الجاي ما بينهم وبين فرنسا؟ واكيد هيبقى لقاء ناري من زاويه معينه، اكيد في فرق في ثقه للاسماء كاسماء منتخبات، لكن من زاويه ثانيه رؤيه الامور انت عندك تقريبا كل المنتخب المغربي ما يتقالش عليه ان هو غريب على الكره الفرنسيه. بالظبط يا كريم، يعني هم زي ما انت قلت ولاد الكره الفرنسيه بشكل او باخر. بالزبط. يعني هم عملوا اعجاز وانجاز بصراحه، يعني انا بقول كسر. لا ده انت تابعتنا امبارح بقى. كسر لازم اتابعك طبعا. انا قلت الكلام ده. ده برنامجي المفضل يعني. تسلم يا كابتن ماهر. فلازم الملف بتاع كاس العالم ده لازم نعمل مكتبه بصراحه ونسجل كل الحاجات دي ونستفاد منها، لان فرصه بالنسبه لنا. واهم درس يا كريم نهوان الاعداد الذهني والدوافع اللي بيتكلم عليها كل مدرب، ان هو بيشحن لعيبته، انه عنده اصرار على المكسب، انه عنده اصرار انه يعمل انجاز، عنده اصرار انه موجودين بشكل كبير. فمنتخب المغرب زي ما انت قلت يا كريم معظمهم موجودين في اوروبا متعلمين الثقافه واللغه وطبعا والاحتراف واليوم الكامل والمهاره والتكتيك وما فيش اجهاد كل 3 ايام. يعني بقاش في مستحيل بصراحه يعني، والدفع اللي خدوها والثقه اللي خدوها والحاجه الجميله اللي عملوها في قطر والعالم كله بيشيد بيها، فدي كمان بتدي لهم الثقه بشكل كبير جدا. المانع ان انا نص نهائي، المانع ان اكسب فرنسا، ما انا كسبت قبل كده. في مباراه جانبيه مستقله لوحدها او مباراه موازيه بين اشرف حكيمي وزميله مبابي؟ اكيد طبعا، ودي برضك من ضمن الحاجات اللي هتساعد المغاربه بشكل كبير، ان هيقعدوا يتكلموا مع بعض، بيبقى في اعداد يا كريم كده للعيبه مع بعض، يعني بعد ما المدرب يقول الخطه هم يقعدوا مع بعض بقى. نهاوند خد بالك من الحته دي، كريم انا عايزك تبقى في موجود في المكان ده، انا همسك الراجل ده عشان اعرفه سريع، هعمل له مساحه، هضايقه، هو بيتضايق من ايه؟ ما هو برضك عايشين مع بعض وبيحب ايه؟ والمود بتاعه عامل ازاي؟ في حاجات نفسيه اكيد هتفرق مع لعيبه المنتخب المغربي ازاي يتعاملوا مع منتخب فرنسا بشكل. طبعا امكانيات منتخب فرنسا بتفوق، وطبعا بطل الدوره السابقه وكاس العالم السابق، ف ايه المانع انا كمان ان انا يعني انول منه؟ ودي من ضمن الحاجات اللي نتمنى حقيقي. انا اتمنى المغرب هي اللي تاخد المونديال، بس يعني راح نتكلم بقى عن الورقه والقلم. أنا قلت الكلام ده لكريم امبارح وهيبان. أنا توقعت إن هي هيكون ما بين فرنسا والأرجنتين وهتفوز فرنسا المرة الثانية. يعني ده زي ما أنت بتقولي يعني. كده يعني الخبرة بقى. الخبرة هي الخبرة بقى بتفرق، خبرة فرنسا طبعًا
اعلى من خبره يعني المغرب. طبعا لما بنيجي نتكلم على اداء اي منتخب او على قوه اي منتخب بنتكلم على اسماء اللعيبه اللي فيه، المهارات اللي عندهم، خبراتهم التراكميه السابقه الى اخره. لكن عايز اقف مع حضرتك عند تفصيله كده، هي المفروض ان هي بره اي حسابات بالورق والقلم، بس هل ليها مردود بشكل او باخر ولا لا؟ بدون مبالغه دعوات الامهات اللي شفناها، سلام. يعني شفنا لقطات اكتر من رائعه مع المنتخب المغربي وتقبيل ايادي ورؤوس الامهات. النوع ده من الامور، ودي حاجات بقى بتاعتنا احنا، انت عارف احنا شعوب عربيه عاطفيه، بيبقى لها برضو دور، اكيد دور كبير. يعني سبحان الله، يعني دعوات الامهات دي للولاد دول سند كبير جدا سبحان الله لربنا سبحانه وتعالى. يعني دعوات طالعه بقى من قلبهم كده للمولى، للمولى عز وجل. وخد بالك محمد صلاح كده، محمد صلاح من ضمن الحاجات الجميله وهو بيسخن وخلاص وهينزل بيروح معاه الموبايل بيكلم الحاجه، ادعي لي ادعي. اه والله، يعني من ضمن اسرار محمد صلاح خد بالك زيهم كده. فدي من ضمن الحاجات الدعوات. اقول لك حاجه كريم، الملايين المليارات المسلمين اللي موجودين اللي بيدعوا للمغرب، يعني كل هل الكلام ده، يعني على فكره دي حاجه انا عايز اعرفها شخصيا، هل الكلام ده اصلا موجود في لغه كره القدم؟ يعني في حاجه اسمها دعوات ناس تخلي فريق يخسر وفريق يكسب وحظ النهارده معايا والكره النهارده مش يومي؟ في حاجه اسمها كده؟ بتدي ثقه، الدعوات دي بتدي ثقه، يعني بتدي ثقه للعيب، يعني لما امه بتدعي له روح يا ابني ربنا يبارك لك ربنا يكرمك وتكسب، يعني ممكن تغير نتيجه فعلا. انا مش عارفه. طب اقول لك على حاجه بقى لذيذه جدا، بعيدا بقى عن يعني في سياق متصل منفصل، بس بعيدا عن الدعوات، في ازمنه سابقه وفي الوقت اللي حضرتك كنت بتلعب فيه كان عندك منتخبات افريقيه وفرق افريقيه بعينها، فاكر ايام التعويذ والحاجات والحجاب اللي مرمي في ظهر في ظهر المرمى، وما زال يا كريم وما زالوا شغالين كده برضه لا فرق. اه والله العظيم ده كان في منتخبات هنا بتيجي معاها الصحراء بتقف لو تفتكر حضرتك. اه والله طبعا. فعايز اقول لك حاجه، من ضمن الطقوس بتاعتنا قبل المباراه بيوم في ناس تحب تروح السيده نفيسه صلي العشاء هناك وتجمعوا وبتاع واخد بالك، وفي ناس تحب تروح الحسين يعني اولياء الله طبعا. بس يعني لو هي ماشيه كده ما كان لكن المغرب خدت لكن المونديال وكانت منتخب مصر دخل صلى ويقرا الفاتحه يعني، ولا انا ايه بيتبشر يعني. لكن ما بيخشش بقى الضريح ويقعد بقى حافز معنوي، يعني حافز معنوي يعني يعني نفسيه كده وتحسي وكانك خدتي البركه فلازم ربنا يكرمك. يعني فاهم قصدي؟ طبعا بالورقه والقلم مفيش حاجه اسمها كده. لا 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 لا، زي ما قلت لك كريم، المجهود بقى والتعب والمشروع والدوافع وال 90 دقيقه اللي داخل الملعب والخصم اللي قدامي ما تزعلش مني، يعني احنا مسلمين هم مش مسلمين، احنا بنقرا الفاتحه وهم ما بيقروش الفاتحه، لكن هم بينزلوا يكسبوا واحنا بنكسب بالظبط. اشمعنى بقى؟ فهي هي المجهود هو اللي بيخرج عن بعض النظر اللي احنا اتكلمنا عليه. ونرجع تاني الاعداد الذهني، الاعداد الذهني اللي بيجهز اللعيبه ويحفزهم، خلاص الراجل في اخر حاجه خلاص بقى بيديهم بقى ايه المسؤوليه، ال 30 مليون المغربي، العالم العربي، انتوا تاريخ. فكرك لا. ممكن الفاينل يبقى على غير توقع الهواد، يبقى ما بين الارجنتين والمغرب يا رب، او كرواتيا والمغرب ايا كان، بس هم يبقى المغرب في الفاينل يا رب. نتمنى بصراحه. والله وارد يعني. والله يا كريم وارد. انا قلت لك قربت، باش في مستحيل. أيوة. اسيا وافريقيا قربت واديتنا اديتنا دافع واديتنا ثقه ان احنا جايين كمان. خلاص قربنا من الكره الاوروبيه، كنا زمان بنقول لا 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 فرق كبير جدا، لا طبعا. الفرق قرب النهارده، كوريا بتعمل واليابان بتعمل انجاز والسعوديه عامله واكيد اللي حصل ده هيبقى حافز للمنتخب المصري ومنتخب الجزائر ومنتخب تونس. أكيد. يعني اكيد حتى كمان حتى احنا في خلال شغلنا، حتى انتوا في برامجكم بداتوا ازاي هنغير وازاي هنوصل وازاي كله بقى بدا يشتغل بقى على يا جماعه احنا مش اقل من الناس دي. صحيح. احنا بصراحه لا، لازم نحط ايدينا في ايدين بعض، لازم نشوف فين الخلل فين، ولازم بسرعه نشتغل لان انت مفيش وقت. بس الناس تقول لك اربع سنين، لا اربع سنين ده انت الشهر لا 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 ده انت لازم تشتغل دلوقتي عشان مشروعك. اصل اربع سنين دول بمعدل عارف انت تمرينتين ثلاثه هات لهم، ماتشين ثلاثه هات لهم خلاص خلصوا. فانت اعدادك ايه في الاربع سنين؟ ولازم الناس تطلع تقول لنا، لازم فيتوريا ده يطلع يقول لنا يا جماعه انا في اربع سنين دول هاخد بطوله عربيه من دلوقتي بقول لكم، وهناخد كاس الامم الافريقيه وهنروح كاس العالم. روحنا كاس العالم ويبقى الاشتراك بالنسبه لنا مشرف زي دول. ده كفايه بقى مش انا مش هروح بس إيه؟ يعني أداء. انا وصلت خلاص لا أداء كمان. ده هشتغل على اساس ان انا كمان مش اقل من المغرب، مش اقل من تونس، مش اقل من طبعا. من السعوديه، لا انا كمان هعمل مفاجآت ان شاء الله الفتره اللي جايه. وكمان زي ما قلت لك واللعيبه تساعد
يعني حتى اللعيبه كمان يبقى في دوافع من دلوقتي. الدوري العام ده بيفرز لنا اللعيبه للمنتخب، مش لازم اهلي وزمالك بس، احنا عايزين الانديه كلها طبعا. العمليه يا جماعه بقت، الملف ده ملف فيه دروس مهمه جدا بالنسبه لنا، ان احنا نقدر نستغلها ونقدر ندرسها عشان نقدر كمان نوصل للناس اللي وصلت له ده. يعني مش يبقى كاس العالم خلص خلاص، لا، ده الحاجات دي كلها هتبقى ليها مكتبه. انا في رايي مونديال 2022 في قطر ازاي هنحلل الفرقه دي كلها، وازاي هنشوف الفرقه العربيه دي وصلت. مش عيب، مش عيب ان انا اطلع للمغرب اشوف الملف ده اتعمل ازاي، وده جانب اداري. ايوه طبعا اتحاد الكوره، جمال علان، حازم، دور حازم مهم جدا، بركات مهم جدا، الثلاثه دول لازم من دلوقتي بعد كاس العالم ده ما ينتهي لازم يبقى في تواصل بيننا وبين الدول دي، وعلى رسوم المغرب ازاي يا جماعه المشروع ده اتعمل اداريا وفنيا ولايحته يعني ايه؟ يعني احنا مش عارفين ازاي ده اتعمل، عارفين بس احنا برضك يا نهاوند ممكن نشوف فيه حاجات مثلا نستفيد منها. هم فتحوا الاحتراف، ايه المانع احنا كمان باش في قيود على لعبتنا، احنا بقى في احتكار بشكل كبير جدا على لعبتنا، لا ما يحترفش الخارج، لا لا. طب وبعدين؟ ما احنا محليا خلاص احنا تشبعنا بالجانب المحلي، النادي الاهلي عنده بطولات ما حدش يقدر يوصل له لو 100 سنه كمان، دي حقيقه بصراحه. فلكن لازم دلوقتي يبقى احنا اللعيب المميز نلحق، لو جات له فرصه فعلا فرصه سليمه لا نسيبه، نسيبه عشان يقعد لنا بعد كده بالشكل اللي احنا بنشوفه في المغرب، يقعد لنا بقى بالمهاره والتكتيك والثقافه الكرويه والوعي. لازم يبقى عندنا اكتر من على الاقل مش 6 لعيبه محترفين، 3 منهم بيلعبوا و3 ما بيلعبوش. والله يا كابتن ماهر الكلام ده يعني حضرتك يمكن معانا هنا تحديدا في 10 الصبح قلته كتير، واكيد هو وصل للمسؤولين عندنا. يعني فين المشكله بقى؟ انا زي حضرتك قلت احنا بنطرح المشكله والحلول تطبق على الارض، لحد دلوقتي ما شفناش حاجه مختلفه الى حد ما، فخلينا نشوف. زي ما احنا عالجنا نهود حته الدوري نبدا وننهي الايه؟ كاس الرابطه اللي جه عشان توقفات، حلو، حاجات كويسه، حاجات يعني استجدت علينا، عايزين نكمل بقى، عايزين نكمل والله مسهل وكل الدعم. يعني لو احنا هنتكلم على الجماهير المصريه تحديدا كل الدعم ليهم، بس في الاخر ورونا نتيجه تليق بينا، يعني هي دي النقطه. تمام، نتمنى هذا ان شاء الله يعني. باذن الله يا كريم ان شاء الله. طيب يعني برضو قبل ما يعني نقفل الملف بتاع المونديال، عايز اسال حضرتك بصفه شخصيه، اكتر ماتش بجد كنت قاعد منسجم قوي وانت بتتابع، بغض النظر مش بتكلم على منتخب بعينه عموما، اكتر ماتش في من ماتشات النسخه دي من المونديال كان ماتش ممتع وبديع في رايك ومن وجهه نظرك؟ هو اللي اثر فينا الماتش الاولاني بتاع السعوديه والارجنتين، هو اللي اثر فينا، هو اللي ادى الدوافع لتونس بعد كده والمغرب، لان هم جم بعد المباراه دي. فده المباراه او المباراه اللي احنا فتحنا بيها، يعني السعوديه بصراحه فتحت لنا المجال او فتحت لهم المجال بشكل كبير، شفنا المنتخب السعودي حاجه جميله، بس للاسف لم تكمل. معلش يعني برضك حصل مجهود واجهاد بشكل كبير جدا على اللعيبه السعوديين، لكن زي ما قالت نهاوند ان احنا ما كملوش، لكن طبعا هم هيستفادوا اكيد بعدم الاخفاق ده ازاي يصلحوه في الدوره اللي جايه. لكن ده يعني اللي هز المونديال، انك انت تكسب الارجنتين المترشحه طبعا فطبعا المنتخب السعودي هو انا في رايي. ومن هنا بقى كمان عرفنا ايه الاعداد النفسي والاعداد الذهني، انك انت تشحن اللعيبه دي وبشكل، شفنا الراجل المدير الفني يعني بصراحه كمان بيقاتل. فبيت الاداره الفنيه كمان بقى ليها دور كبير جدا، انك انت اللعيبه شايفه مدربها معاها في كل لعبه، معاها في كل حركه، معاها في كل جول، تفرق كتير. على كل حال احنا ان شاء الله النسخه القادمه اللي هي كمان 4 سنين يدينا العمر يعني، بس على كل حال نلاقي اداء مختلف تماما ومشاركه اكبر بكتير عدديا كمان من منتخبات عربيه وافريقيه، لان احنا نستحق ده، وفي بوادر حلوه في المونديال ده تقول لنا ان ده ممكن يكون قادم باذن الله في المونديال اللي جاي. نورتنا كابتن ماهر الحلقه، الفقره عفوا دي خلصت وتنورنا مره ثانيه، وتمنياتي طبعا للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله، جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي يعني بصراحه زحفت ورا فريق في المحله وعامله حاله جميله جدا، احنا عايزين ننزل نلعب،
فجابين النادي الاهلي طبعا العظيمه اللي واقفه ورانا واقفه ورا فرقتها وناديها، بنقول لهم تواصلوا ان شاء الله في تشجيع اللعيبه بشكل كبير. العاده هم الظهر بصراحه يعني حق يعني. نورت الدنيا يا كابتن ماهر، شكرا جدا على خير. شكرا كريم، شكرا. طيب خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم بقى تاني واخر فقراتنا الحواريه، خليكم معانا.